السلام عليكم، اهلا وسهلا والف مرحبا بكم. ان شاء الله يا رب تكونوا بالف الف صحه وعافيه. اليوم هنقضي اليوم مع بعض وكده، وهنعمل شويه طبيخ وهنزرع شويه خضروات في البيت وكده. وبرضه من الصباح زي ما شايفين الجو رهيب ممطر، ففي الاجواء زي دي بحب انه في احيان كتير بحب انه يعني اولع البخور يا كمان الشموع واخلي الحته دافيه وجميله كده، وباخذ راحتي واشرب الشاي ولا اللبن، وبراجي باقي الحاجات اللي عاوزه اجيبها من السوق ولا اعملها خلال اليوم كده. وزي ما شايفين هنا خلاص زمن الفطور، كنت عامله شوربه سمك، لكن بس بعدام السمك حق السمن، فبس عدام سمك حق السمن بشطه وبصل وليمون وفلفل اسود وملح يا ماجي وشويه ليمون وثوم. فيا هذه بس المكونات ومويه طبعا، وخليتهم كده بس يغلوا تمام مع بعض. في بعض الاحيان بحب انه يعني الصباح في الفطور كده ناكل لنا حاجه خفيفه ونشرب لنا شوربه خفيفه، فيا كمان مرات بعملها كده بس يعني مع المعقولات. فحس زي ما شايفين بعد ما جهزناها خلاص زمن الفطور عشان ما نفطر. وهنا زي ما شايفين جهزت الفطور، وبرضو كنت عاملة قلوب الجداد زي ما شايفين، عندنا هنا البطيخ، وبرضو هنا زي ما شايفين شوربة السمك اللي عملتها، وبس باقي المأكولات. وبعد ما ناكل إن شاء الله هنعمل شوية زراعة في البيت. طيب زي ما عارفين كنت زارعة الطماطم في البيت، فحصدنا الطماطم كمية كبيرة من الطماطم، وبرضو هنعمل شوية زراعة لخضروات تانية. هسي عامنا بتساعد أبوها وبيزرعوا شوية كرنب وشوية زعتر وبعض الخضروات. وهنا زي ما شايفين حصدنا كمية من الطماطم والبندورة اللي كنا زارعينها في البيت، ودي نتيجة لأول مرة نزرع في البيت ما شاء الله زي ما شايفين. واستمتعنا بجد بالزراعة في البيت وحبينا الفكرة، وبرضو كلنا كده يعني بقينا بنحب انه حتى الأطفال يعني بقوا يحبوا يقعدوا برا ويزوا الخضار ويقتنوا به وكده. فحسي هذه النتيجة زي ما شايفين، وإن شاء الله حنواصل في مشوارنا في السنين الجاية كمان. فحسي زي ما شايفين حبيت أعمل شوية بانكيك، وحسي بس بضرب شوية بيض، دي بيضتين مع لبن وملح وسكر ودقيق، وبخلطهم كويس مع بعض وحنعمل البانكيك إن شاء الله. فزي ما شايفين ضربت بيضتين، بعد كده بضيف شوية لبن وشوية سكر وشوية ملح ودقيق وبخلطهم، وبرضو شوية فانيلا اسنس يا اكستراكت، ونخلطهم كويس، وبعد كده هنعمل البانكيك ان شاء الله. طيب بعد ما جهزت الخلطة للبانكيك، بعد كده عاوزة أعمل شوية مربى، لكن ما عاوزة أستخدم المربى الجاهز لأنه
سكر كثير في المربى الجاهز. فزي ما شايفين هنا عندي بس يعني اي نوع من نوع بيريز. هنا عندي زي ما شايفين البلو بيري، وبس ضفت البلو بيري في حلة وضفت شوية سكر، حبة سكر ما كثير، وشوية زبدة، وخلطتهم كويس لحد ما دابوا تمام عشان نعمل المربى لبعدين عشان نستخدمه في البانكيك. انا بس حبيت اعمل كده لانه ما عاوز استخدم المربى العادي عشان السكر. ما ضروري تضيفوا الزبدة في البيريز هنا، لكن ممكن تضيفوا شوية ليمون مع السكر وكده بكون خلصنا. فحسي زي ما شايفين بعد ما خلصت بعد كده عاوزة اعمل البانكيك، وبس في طوة زي ما شايفين ضفت الزبدة، وبعد كده بنجيب الخلطة وبنكب الخلطة على حسب الكمية اللي عاوزين، ولا لو عاوزين البانكيك يعني كبيرة ولا صغيرة على حسب الرغبة. فحسي زي ما شايفين ضفت كمية كبيرة، بس عاوزة اعمل لي بس طرقات كده كبيرة من البانكيك. وكده خلاص خلصنا زي ما شايفين، وبس لفيتهم كده وضفت من فوق عليهم المربى اللي سويناه قبل شويه، وضفت شويه سكر ناعم. ففي بعض الاحيان بحب اعمل البانكيك مثلا في شراب الشاي يا للاطفال خلال اليوم وكده. فحس كده خلاص خلصنا. بعد ما خلصتها كنت عندي كمية من العدة غسلتها، وحسي زي ما شايفين في الدرج كنت عندي البمبي والبطاطس اللي بجيبهم بس لين أطبخ بيهم، وزي ما شايفين لما يكونوا قاعدين لفترة بيخضروا. وأنا المرة الفات بس يعني بدون أي خبرة بنفس الفهم شلت البطاطس زي ما شايفين من هنا والبمبي، وبس زرعتهم في الأرض وكان قاموا كمية ما شاء الله للناس اللي شافت الفيديو في المرات الفاتت. فحس زي ما شايفين بس زقيت الخضروات اللي جوا البيت، وبعد كده حسي هنا زي ما شايفين جبت البمبي والبطاطس القاموا خلاص بقوا يتخضروا جوا الدرج. فشنو قمت قطعتهم كده زي وزي عملت السنة اللي فاتت، وبس زرعتهم في الأرض وقاموا كمية ما شاء الله. وحسي هوريكم بعد شوية برضو كان قبل أسبوع من اليوم ده زرعت بطاطس بنفس الفهم وخضروا بعد أسبوع بس خضروا. وبرضو في نفس اليوم الأسبوع قبل اليوم ده برضو زرعت بمبي كان واحد بس عشان أشوف ده كمان أول لي مرة يعني أجرب بمبي برضو. فجربت البطاطس السنة اللي فاتت لكن أول مرة أجرب البمبي، وما شاء الله زي ما قلت لكم بعد أسبوع بس طوالي يعني شفت الطرق وتخضروا كده. فحسي هنشوف ما بعد. وزي ما شايفين كده خلاص بعد ما قصصت البمبي والبطاطس حسي هنا زي ما شايفين يا هوم ديلا البطاطس زرعتهم الأسبوع قبل اليوم ده بالضبط وأخضر. وحسي في محلهم ده بزرع باقي البطاطس، وفي محل اللي كنت زارع البمبي بزرع باقي البمبي في الأسبوع ده كمان. Thank you.
هنا حتة البمبي زي ما شايفين، وهنا البمبي الكنت زارعه قبل أسبوع زي ما شايفين، بنفس الفحم كان في الدرج، فبس قصيت الحتة اللي اتخدر وزرعت تحت، وهنا زي ما شايفين كان نفس الفحم وطوالي خدر بعد أسبوع ما شاء الله زي ما شايفين. فقلت شنو بعد البمبي الخضر لي أيوة الدرج برضو بزرعهم ونشوف النتيجة إن شاء الله. فحسي كنت زارع السالري زي ما شايفين، فبس الحتة عشان ما تبقى ضيقة حولتها في حتة تانية، وفي نفس المحل زرعت البمبي مع باقي البمبي. فخلاص بعد ما زقيت الخضروات وزرعت البمبي والبطاطس، كنت عاوزة أعمل شوية سلطة حق الخيار بطريقة عصوية. فالليلة زي ما شايفين حسي هنا قبل ما أبدأ السلطة بس قطعت السلطة للأكل، بعدين البصل الأخضر والطماطم كده، وبعديها حنقطي شوية خيار عشان نعمل سلطة حق الخيار على طريقة عصوية. فزي ما شايفين بس قطعت الخيار على حسب الكمية اللي عاوزين، وبعد ما قطعت الخيار بعد كده بنضيف المكونات كلها مع بعض ونشوف. طيب بعد ما قطعت الخيار زي ما شايفين المكونات ياها، عندي الثوم وعندي الشطة وعندي السكر وخل السوشي يا خل العادي برضو يا خل حق التفاح، وعندي زيت الشطة وعندي زيت السمسم وفلفل أسود وممكن نضيف شوية ملح. فهنا بخلط كل المكونات مع بعضها مع الخيار، والسلطة دي ممكن ناكلها وقتي يا ممكن تحطوها في الثلاجة لحد ثاني يوم برضو ممكن، لكن إذا ما بتحبوا إنه تكون موية وكده ممكن تتأكل في نفس اللحظة. فحسي زي ما شايفين خلطت كل المكونات مع بعض، وبعد كده خلاص خلصنا. وللعشاء زي ما شايفين ما حبيت اعمل حاجه ثقيله، بس زي ما شايفين حمرت البيض في الطوة، وبعد كده بس ضفت السلطه والسلطه اللي عملناها قبل شويه، وخلاص كده خلصنا. فاتمنى انكم استمتعتوا معانا اليوم، وبرضه زي ما مشاركين الف الف مرحبا بكم، شاركوا القناه وفعلوا زر الجرس للكل عشان يصلكم كل جديد. ولحد المرات الجايه اشوفكم على الف خير ان شاء الله. مع السلامه.